الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر مراقبون من تبعات استغلال إيران للزيارة الأربعينية في تهريب الدولار بعد دخول 2.5 مليون زائر بحسب وزارة الداخلية الإيرانية إلى العراق خلال الأيام الأخيرة. وأوضح عاملون في القطاع المصرفي العراقي أن أسواق تداول العملة في العراق أغرقت بالعملة العراقية المزورة من قبل الزوار الإيرانيين الساعين خلف الحصول على الدولار العراقي لتهريبه إلى بلادهم التي تعاني من تهاوي عملتها من جراء العقوبات الأمريكية. في المقابل، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فيرزين عزم بلاده دفع مبلغ للزوار المشاركين في مسيرة الأربعين على شكل دينار عراقي. كشف رئيس غرفة التجارة في محافظة ديالى محمد التميمي أن السوق الموازي لبيع الدولار يمول نصف أحزاب العراق. وقال التميمي إن السوق الموازي مصدر تمويل لنصف أحزاب العراق من خلال المكاتب الاقتصادية بطرق مختلفة، وبالتالي فإن أي قرار يتخذ لإعادة سعر الصرف يقابل بأزمة ما أو شائعات تدفع بارتفاع أسعار الصرف، مشيرا إلى أن هناك من يريد بقاء السوق الموازي خاصة، وأن فرق السعر والمضاربات تسهم في كسب أموال طائلة. قالت هيئة النزاهة في العراق إن فرقها ضبطت هدرا للمال العام تجاوز 1 مليار دينار في مصرف استثماري بمحافظة النجف. وأوضحت النزاهة أن هدر المبلغ الذي يزيد عن 1.1 مليار دينار جاء عبر تحويل الدولار في مصرف الموصل للاستثمارات والتنمية الأهلي في فرع مطار النجف. قال وزير التجارة التركي عمر بولات الذي زار العاصمة بغداد مؤخراً أن العراق يعد ثالث أكبر سوق للشركات التركية العاملة بمجال المقاولات. وقال بولات إن العراق يعد أهم شركاء تركيا التجاريين، ويحتل المرتبة الثالثة في صادرات تركيا بحجم 24 مليار دولار العام الماضي، كما أنه يعد ثالث أكبر سوق لتركيا في قطاع المقاولات بحوالي 1100 مشروع تتعهده الشركات التركية بقيمة 34 مليار دولار. أعلنت الحكومة الأردنية أنها بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي. وبدأت الحكومة الأردنية تجهيز متطلبات العمل للتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج القائم الذي وضعته الوزارة والمؤسسات الأردنية المختصة، والذي ينتهي في آذار من العام المقبل. وبالرغم من برنامج التصحيح المدعوم من صندوق النقد الدولي في السنوات الماضية، فقد شهد الاقتصاد الأردني تراجعا من حيث مؤشرات ارتفاع الدين العام البالغ 55 مليار دولار حتى نهاية أيار الماضي، ليشكل ما نسبته 113% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.